غرب شوي عدد قليل. طلبنا بتوسيع على المدرسة. حاليا راح يبنون جدار استنادي وتوسيع للباحة، وفي المرحلة الثانية إن شاء الله بيكون بنعمر 4 غرف. نشكر المنظمة على العمل اللي عملوه معنا من ترميم المدرسة ببداية العام، والمرحلة الثانية إن شاء الله راح تكون توسعة كاملة. الهدف من النشاط هو التفريغ الانفعالي عند الطفل ومساعدته اكثر على التعبير عن مشاعره. بعد ما ينتهي الطفل من كتابه قصته بيجسد القصه اللي كتبها على شكل رسمي. بهالرسم هذا بيساعده كمان على التعبير عن مشاعره بشكل افضل وتفريغ واخراجه من حاله الحرب والاوضاع الصعبه اللي عم يعيشها حاليا. طبعا عملنا بمشروع التعليم عم بيكون في بالفتره الاخيره واجهنا بعض الصعوبات. الان اغلب المدارس خاصه مدارس ريف حلب الغربي عم بيكون التعليم في المنازل، اعتمدنا على خطه الطوارئ اللي طبعا نحن مدربين المعلمين عليها وعاطينهم فكره واسعه وتدريب كامل عن التعليم في حالات الطوارئ. عم بيكون التعليم في منازل، يعني نسميه هوم سكولينج.